يتحدث العربية جيدا ويقرأ بها القرآن. كان كما يصف نفسه حائرا مشتت الذهن، يبحث عن السعادة ولا يجدها. أسلم قبل سنوات وطلب العلم، وقد أراد بعد إسلامه أن يسافر إلى بلد من البلدان الإسلامية ويستقر فيه، لكنه عدل عن رغبته هذه وفضل البقاء في ألمانيا كي يبلغ للناس ما تعلمه. أسلم على يديه حتى الآن 3000 شخص، والصورة تغني عن 1000 كلمة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، الحمد لله. الدعوة نور وضاء. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في فقرة ضيف المفكرة. نلتقي هنا رجلا كانت له شهرة في المجال الرياضي، بحث عن الحق حتى وجده. سنطلعكم على بعض سيرته التي ربما تغطي شيئا واسعا من تساؤلاتكم. شيخنا وضيفنا هو الشيخ صلاح الدين بيافوغل. حياك الله شيخ. جزاك الله خيرا. الله يحييك. كانت لك شهرة في مجالك الرياضي في الملاكمة، ثم بحثت عن الحق، كيف دخلت إلى هذا العالم الجميل العالم الإسلامي؟ يعني أنا رأيت الناس، يعني أنا كنت في المنتخب الوطني في ألمانيا للملاكمة، وأنا رأيت الناس عندهم يعني نجاح كبير مثلا في الرياضة في ملاكمة، مثلا بطل العالم سفن أوتكو، وكان دائما مع زميلي في التمرين، ولكن ورأيت الناس يعني هم يعني ناس في ألمانيا وفي أوروبا، وممكن الآن أيضا مع الأسف الشديد في بعض البلدان العربية، يظنون أن السعادة تأتي بالفواحش وبالنقود وبالسيارات وبيوت، وأنا رأيت هؤلاء الناس ليس عندهم أي سعادة، بل العكس، يعني يعيشون معيشة ضنكة. ولذلك بحثت عن الحق. رغم أنهم يحصلون على كل الملذات التي يريدونها. ماذا؟ رغم أنهم يحصلون على كل الملذات التي يريدونها. صح، ولكن العيش يعني الطيب هذا يأتي فقط من عند الله. الله يقول هذا في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا شاهدته الآن يعني بنفسي في الإسلام، ولكن أنا أردت أن أعرف ماذا يحدث بعد الموت، ماذا يوجد، لأني فقدت الإيمان بنصرانية عندما كنت 14 سنة، ناقشت مع واحد من القساوسة وهو يعني اعترف، لأني وجدت هناك تناقضا وسألته عن ذلك، واعترف بأن الكتاب المقدس هناك أشياء منحرفة. إذا كنت لنفسي كيف أؤمن بكتاب وفي هذا الكتاب هذا شيخ كان عمرك 14 سنة، كانت لديك هذه التساؤلات التشكيكية. 14 سنة نعم. ورأيت هذا، ولذلك تركت هذا الدين، لأني قلت إذا كان الأمر هكذا ممكن واحد يمسك القلم ويكتب كل شيء من عند نفسه، إذا كيف أؤمن بهذا الكتاب إيمانا جازما؟ إذا بعد ذلك يعني ما فقط. وذهبت تسأل القسيس، ماذا كان رده؟ هو اعترف بأن هذه الأشياء يعني عرفت. لذلك كيف القسيس يعني يعترف بأن هذه الأشياء عرفت؟ سبحان الله، أوجد عندك صدمة. يعني كنت جازما بعد ذلك أن هذا، جازما بعد ذلك أن هذا الدين ليس لي. وأيضا هناك أشياء يعني صعبة جدا لا أحد يفهمها، مثل التثليث. كيف عيسى مثلا، إذا الآن في الأناجيل الأربعة أنت تجد عيسى هو يصلي في الإنجيل متى باب 26 آية 39 هو يصلي. لمن؟ لنفسه؟ لا، هو يصلي ويقول يا الله وكذا. إذن علينا أن نعبد من؟ عبد عيسى، صح؟
ولكن بعد ذلك إنما وجدت هذه التناقضات، تعمقت يعني في الدنيا، ظننت أنا أؤمن بنفسي ملاكمة، أريد أن أقنع بطل العالم. ولكن بعد فترة يعني قلت للناس، يعني هل انتقلت من الدين النصراني إلى الإلحاد؟ أو اللادينية؟ وكان عندي يعني شك، هل هناك خالق؟ لأن يعني لو كان هناك خالق لابد من الاتصال، هو خلقنا يعني بهذا الوعي. نحن نسأل أنفسنا من أين جئنا وما الغاية في حياتنا وماذا يحدث بعد الموت، ولابد من الاتصال. ولكن إذا كان هذا الكتاب منحرف لا 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 يجيب عن هذه التساؤلات. نعم. لذلك يعني بدأت أن أبحث عن الحق، قرأت عن البوذية، يعني البوذية يعني في ألمانيا هم يقولون شوف الدلائل الله ما يتبسم دائما هكذا، فهذا جميل. وما خطر ببالي أن يعني أقرأ عن الإسلام. الإسلام أنت ترى دائما إرهاب والنساء ويعني يشوشون صورة الإسلام. ومع الأسف الشديد المسلمون الذين يعيشون في ألمانيا أغلبيتهم لا يطبقون الدين جيدا. يعني سنأتي إلى وضع المسلمين في ألمانيا وهل هم مقصرون أم لا، لكن تابع قصتك. ثم كيف تعرفت على الإسلام يعني مع أنك كنت ترفض فكرة الدين؟ عرفت بعض المسلمين وكما قلت لك قرأت عن أديان مختلفة. وفي يوم من الأيام التقيت بواحد من المسمى مبشرين، يعني في الواقع مفسدين منسرين. وهو في حزب نصراني في ألمانيا، ليس الحزب النصراني الكبير، حزب نصراني صغير في ألمانيا. وسألته ما أهدافكم في حزبكم؟ قال نحن نريد أن ندمر الإسلام في ألمانيا. وأنا ناقشت معه لأن كان عندي تسامح، لماذا تفعل كذا؟ ولكن بعد هذه المناقشة أردت أن أعرف ما هو الإسلام. لماذا هم يعادونه بهذه الطريقة؟ نعم، لأن أردت أن أعرف ما هو الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوري ولو كان الكافرون. وعندما رجعت من هذا اللقاء إلى بيتي كان عند أختي، وهي لم تكن مسلمة، قرآن يعني ليس قرآن ولكن ترجمة لمعاني القرآن باللغة الألمانية. وأنا قلت ما شاء الله طيب الآن أنا أكره هذا الكتاب، وقرأته من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وسبحان الله يعني هذا الكتاب أمسكني، لأن من له فطرة ويقرأ هذا الكتاب هو يجد أن لا يوجد كتاب على وجه الأرض يوصف فيه الله كما يوصف الله في القرآن، يعني بصفات كمال وجلال. مثلا الآن في المسمى الكتاب المقدس نجد في جينيسيس، هذا أظن باللغة العربية سفر التكوين، باب 32، تجد أن الله صارع مع يعقوب، نبيه يعقوب، وانهزم، يعني انتصر يعقوب على الله. أعوذ بالله. وماذا نجد في القرآن؟ فويل للذين يكتبون، ماذا تجد في القرآن؟ أن الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد يحلق المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إذا هذا فرق كبير، وهذا أمسك الفطرة. هذا الكتاب أجاب على أسئلتي، لماذا خلقنا وماذا يحدث بعد الموت وماذا يعني ما الغاية في حياتنا، لماذا يوجد الشر والخير. يعني أجوبة أجاب عن جميع السؤالات. وقضى على منطقة الشك في ذهنك. نعم الحمد لله. ولكن بعد ذلك كيف اتجهت إلى الإسلام شيخ؟ نعم، أنا ما دخلت الإسلام مباشرة لأني كنت في شك، وجدت تناقضا. ما زلت مترددا يعني؟ الشيطان ما أرادني في الإسلام، قال انتظر قليلا إن شاء الله شوف يمكن بعد. وأنا قرأت في القرآن من يعتبر أن الدين هذه جريمة كبيرة. لذلك شوف أنا أمنت بهذه القرآن. لذلك كنت إذا ارتدت بعد ذلك انتظر قليلا. لذلك أنا قرأت مرة أخرى الكتاب المقدس من بداية لنهاية، قرأت المقارنة بعد ذلك مرة أخرى، يعني العهد القديم والعهد الجديد. بعد ذلك مرة أخرى القرآن، بعد ذلك مرة أخرى العهد الجديد، بس بعد ذلك مرة أخرى القرآن. وأنا بدأت أن أصلي
صليت 5 مرات في اليوم. يعني واحد أمريكي مسلم جاء إلى ألمانيا، هو كان عين ملاكم اسمه خالد جونز، وأتى إلى ألمانيا يعني أتعني هذه يعني أوراق كيف نصلي، وأنا تعلمت كل شيء، الفاتحة والتحيات كل شيء. قلت أسأل هذا جيد، ولكن لا أدخل الإسلام الآن. يعني صلي قبل أن تسلم. نعم صليت قبل أن أسلم، وظننت ممكن أنا أجد بعض ذلك التناقضات، لذلك قال الصلاة هذا جيد، أنا أؤمن بلا هذا بالشك، يعني لا إله إلا الله هذا كان مثبوت عندي. وسبحان الله بدأت أن أصلي وأصلي 5 مرات، ولكن أنا ما عرفت الأوقات جيدا، عرفت صلاة الفجر يعني إذا قلت إذا استيقظت. لكن ما النقطة التي وقفت عندها وأعلنت إسلامك؟ هذا بعد ذلك هذا الآيد هذا صديقي هو تركي، هو ذهب هذا الخالد ليوم الجمعة إلى تونس، ليوم الجمعة إلى المسجد، وقال إذا تعال معنا تعال معنا، وقلت لا لا انتظر انتظر. وفي يوم من الأيام هو اتصل بي قال شوف أنا اليوم لا أستطيع أن آتي أن أذهب مع خالد جونز إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المسجد، إذا أنت من فضلك وصله إلى المسجد. وصلته إلى المسجد ودخلت المسجد، هو صلى تحية المسجد، أنا صليت أين تحية المسجد، فإذا بي جاء وجلست بالتسبيح، أنا عرفت هذا أيضا، وجاء إلي يعني رجل مغربي وسألني هل أنت المسلم الوحيد في أسرتك أم هل أبويك أيضا مسلمان؟ والله أسلمت، هل أبويك أيضا مسلمان؟ ولكن أجل أجل ويظن أنك باعتبار وجودك في المسجد ظن أنك في هذا الوقت في هذا الوقت الشيطان الحمد لله يعني فرع ذهب، وقلت لا أن المسلم الوحيد في أسرتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله وصليت وأشهد الصلاة الحمد لله الذي هداك إلى